بنتك فيها عياط، دموعك دي غالية عليا. قومي هات شنطة هدومك وتعالي معايا البيت. لا يا بابا، أنا مش عايزة أسيب بيتي، أنا مش عايزة أتطلق. ما ينفعش بعد اللي حصل النهاردة، ما ينفعش تكملي معاه. بس أنا بحبه، أنا بحب يوسف أوي، ولا كمان عارف إن هو بيحبني. يا حبيبتي افهميني، العلاقة الزوجية دي علاقة شفافة ورقيقة زي الإزاز، إذا اتخدشت لا بتتصلح ولا بتتجبر، مهما حاولت تصلحيها مش هتقدري. هو عمل كده علشان هو مش باين الحقيقة. ما أنت حكيتي له كل حاجة. أيوه حكيت له، بس كان في وسط خناقة وما كانش مستوعب وصوته عالي. وبعدين أنا لما هقعد معاه. تقعدي معاه إيه؟ أنا مش مستوعب اللي أنت بتقوليه. يا بنتي إذا الشك دخل في قلب الراجل يبقى العلاقة انتهت. لا ما تقولش كده يا بابا. لازم أقول كده، أنا مش موافق على اللي في دماغك. بعد اللي حصل النهاردة ما ينفعش تكملي معاها، وأنا هعرف أجيب لك حقك تالت وتالت. بابا من فضلك، من فضلك يا حبيبي، صدقني الموضوع مش مستدعي كل ده. مش مستدعي كل ده؟ انت يا رب انت فين كرامتك؟ ازاي تقبلي بعد اللي عمله معاكي ده؟ دي مش هتبقى النهايه، ده البدايه. مهما حاولتي هتفضلي طول عمرك عايشه معاه مكسوره. انا ما اقبلش ان بنتي تعيش معاه مكسوره. طب ممكن تستني النهارده بس معاه، النهارده بس. اسيبك تعملي ايه؟ مش فاهم. اتكلم معاه، انا محتاجه اتكلم معاه، عايزه اتكلم معاه انا وهو لوحدنا يا بابا، فهمني عشان خاطري. تتكلمي معاه في ايه؟ انا مش فاهم. اتكلم معاه في اللي حصل، هو هيفهم. على فكره يوسف طيب قوي. طيب الطيب ما يهنش مراته ولا يعاملها بالطريقه دي. لعلمك بقى، انا لما هقعد معاه النهارده وهنتكلم بالراحه، هو هيجي لك وهيعتذر لك ويبوس في راسك. انا مش عايزه يعتذر لي ولا عايز اشوف وشه اساسا. ما بقاش قدر وحياتي عندك، لو ليه عندك قدر سيبني النهارده بس. بتمسكي من ايد اللي بتوجعني يا رب. معلش المره دي بس، بعد ممكن اطلب منك طلب تاني؟ بابا انا مش عايزه حد يعرف العصر النار، مش عايزه حد يعرف انه ضربني. انا مش عايزك تقول لماما، مش عايزك تقول لياسر، مش عايزه يوسف يبقى شكله وحش قدامك.